شويه لغط كده الفتره اللي فاتت في الساحل الشمالي. ايه اللي بيحصل؟ الميه هتقطع 3 4 ايام. ليه يا عم الميه هتقطع 3 4 ايام؟ عشان في اصلاحات هتتم وفي نقل خطوط المياه. امبارح شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح اعلنت عن الانتهاء من نقل خطوط المياه اللي كانت متعارضه مع طريق الخدمه بالساحل الشمالي، واعلنوا كمان عن عوده ضخ المياه للمناطق اللي كانت متاثره في اماكن مثلا زي الحمام وعدد تاني من المناطق والنقاط اللي كان هيتقطع فيها المياه. احنا عارفين طبعا كل اهالينا معظمهم في الساحل الشمالي دلوقتي، ولكن بتعليمات من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي بمصر، وجه بسرعه التنسيق ما بين الشركات بقى والاجهزه لعوده الخدمه بسرعه، وده كان بمجهود كبير الصراحه بذله الدكتور ابراهيم خالد رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. يا دكتور باشمهندس، يعني مش عارف اشكرك ازاي، لان هو كان في شويه لغط على السوشيال ميديا كده، المايه هتقطع في الساحل الشمالي 3 4 ايام واهالينا كلهم هناك. لا يا فندم، هو الموضوع باختصار، احنا طبعا كنا اتفقنا مع المنطقه ان احنا هنقطع المايه في يوم 31 شهر 8. تمام. هم كان في جت ظروف كده، الجهات السياديه قالت لا عندنا ظروف فلازم ناجلها اسبوع. اجلنا اسبوع، اخترنا التوقيت، يعني درسنا الموضوع بالتنسيق مع رئاسه الشركه القابضه مهندس ممدوح رسلان والساده النواب، نختار توقيت القطع. توقيت القطع ده مهم جدا. تمام. فاخترنا يوم في نص الاسبوع، بعدته عن الخميس والجمعه والسبت. قلنا نبعد عن الخميس والجمعه والسبت، ده الويك اند والناس عايزه تنبسط. صحيح. فخلينا يوم، يعني ايام بتبقى الحركه فيها قليله جدا في الساحل قدر الامكان، يعني اخترنا يوم الاثنين والثلاث. تمام. نسقنا مع كل الجهات المحليات والجهات المستفيده من الموضوع ده والجهات السياديه، وكان التنسيق على اعلى مستوى. لقينا كمية المية اللي هتسحبها عشان نفضي الخطوط ونعمل التوصيلات بتاعتنا كمية كبيرة جدا، فكان لابد ان احنا نستعين بالشركات الشقيقة، استعنا بمياه الطائرة. هو باشمهندس اعتقد هي المسافة كبيرة، لو انا عندي المعلومة صح، من الكيلو 61 للكيلو 79، يعني اعتقد 18 كيلو. دي المنطقة اللي فيها قرى سياحية، 25 قرية دول اللي كان مقطوع عنهم المية. علاوة على ان عندنا القاعدة، والقاعدة دي أكبر قاعدة في المنطقة، وعندنا مدينة الحمام ولها توابع حوالي 30 35 قرية. فكان الجهات اللي مقطوع عنها المية جهات كتيرة جدا، وكانت الظروف كمان داخل انتخابات الشورى. صحيح. فكان لازم نخلص الموضوع قبل الانتخابات، وكان يعني اشتغلنا 72 ساعة، خدنا منهم 48 ساعة تجهيز للعمل بس. تمام. قبل ما نقطع المية ونأجلها على الناس شوية. احنا اعلنا ان احنا هنقطع 36 ساعه. بفضل الله والحمد لله ما خدناش 36 ساعه. مدينه الحمام والقرى التابعه ليها وبما فيهم القاعده خدت مننا بالظبط 7 ساعات. هايل. قطعنا الميه الساعه 10 صباحا، الساعه 5 كانت الميه عائده تماما، والضغوط اتظبطت بعدها بساعتين. لان اول ما بنفتح الميه ما بتبقاش الضغوط كلها كافيه، تاخد لها ساعه ساعتين كده عم الشبكه تحمل، تبدا تصل لكل المستفيدين. لمحت يا باشمهندس ابراهيم ان مش شغل بس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمرسى مطروح، واضح ان في تضافر جهود حصل من الشركه القابضه عامه، يعني بقى في مساعدات من شركات اخرى. يا فندم انا بقول ما عليك، استعنا بخمس شركات شقيقه، مياه القاهره وصرف القاهره والجيزه ميه وصرف واسكندريه، مياه شركه مياه اسكندريه وشركه صرف اسكندريه بمعدات. الشركات الشقيقه دي بعتت لنا معدات حديثه جدا وكبيره. هي. جالنا اربع سيارات سيول، جالنا ثمان معدات بدلات، البدله الواحده مش اقل من 2 مليون جنيه، قويه جدا. سحبنا كميه ميه كبيره 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 جدا. يعني لو في اي مكان كانت غرقته طبعا، بس الحمد لله كان قريب مننا اماكن بقينا نصرف فيها يعني. فالحمد لله اول نقطه اللي ركزنا عليها اللي هي النقطه اللي في مدخل مدينه الحمام دي خدت مننا 7 ساعات. ثاني نقطه اللي هي اللي تخص القرى السياحيه مثلا اللي كانت متسببه في القطع عن 25 قريه سياحيه. تمام. دي عملناها بالظبط، خدت مننا حوالي 22 ساعه. من 36 ساعه المفروض حضرتك اعلنت عنها. احنا الحمد لله كل الاماكن خلصت قبل 36 ساعه. هي. النقطه الثالثه والاخيره دي اللي في الرافع جوه عندنا، دي خلصت بالظبط كده بعد 25 ساعه 26 ساعه. وعادت الميه لكل الناس قبل 36 ساعه. ما عدا قريه واحده ما كانتش في المنطقه اللي احنا شغالين فيها. دي كانت في كيلو 80، احنا قطعنا عن المسافه من الكيلو 61 حتى 79، 18 كيلو. تمام. باشمهندس، هو طبيعه الشغل كانت ايه؟ يعني تغيير المواسير المياه ولا نقلها من مكان لمكان ولا توسيعها؟ هو تعليمات سياده الرئيس ان طريق العالمين الساحلي ده يكون طريق دولي على احدث الطرق. صحيح. هو الطريق موجود اتجاهين سريع دلوقتي ولكن المطلوب عمل طرق خدمه موازيه له عشان يطلع النقل الثقيل والعربيات الثقيله
تطلع من على من من على من وسط حركه السيارات الصغيره. تمام. فطرق طريق النقل الثقيل ده يعني بوزن كبير قوي على الطرق، فلابد بننقل خطوط المايه اللي جايه تحت منه. اه. عشان لو حصل فيها مشكله هتبقى صعبه قوي في الاصلاح يعني. اتنقلت في حاره خدمات مثلا بعيده بقى عن سير النقل. ايوه، فنقلنا المرافق بتاعتنا اللي جايه مع اللي متعارضه مع الطرق الطريق الخدمه الساحلي ونقلناها بعيد عنه ورحلناها في اتجاه ثاني. فبعد ما نقلنا حوالي 28 كيلو. فكان لابد ان احنا نربطها بقى بالشبكه القديمه. صحيح. عشان تبقى تمشي فيها ميه والناس تستفيد والمسؤولين عن الطرق يقدروا يكملوا الشغل بتاعهم. كده خلاص مفيش قطع ميه ثاني في منطقه الساحل الشمالي. لا خلاص كده. لا خلاص كده الحمد لله. بشكرك جدا دكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمرسى مطروح. عايز اشكر كمان مهندس ممدوح رسلان. عجبني في الموضوع هو تضافر جهود داخل الشركه، هم عارفين المصلحه واحده، مش نجاح مرسى مطروح ونجاح ان المياه ترجع بسرعه في وقت صعب جدا. اهلينا زي ما قلنا كلهم في الساحل الشمالي والميه تقطع عنهم يومين ثلاثه في الحر وفي الصيف وفي كله بقى عايز ياخد يستخدم المياه بصوره كبيره، ولكن الشركة كلها اشتغلت. هم عارفين ان نجاح المنظومة كلها هيفرق مش بس مرسى مطروح، مش بس القاهرة، مش بس الاسكندرية، ولكن الشركة القابضة كلها. هو نجاح صراحة لدكتور عاصم كمان وزير الاسكان.